في استضافتنا للدكتور وليد صفار بعد الفاصل الغنائي هذا. دكتور وليد صفار يتحدثنا على نشأته في القروان، على دراسته يعني في الابتدائي في الثانوي في التعليم العالي، البحوث اللي يهتم بها. توا ماذا بيا نسألك سؤال دكتور وليد صفار، حتى أولادنا يعرفوا أنه راهو حتى الباحث اللي ينجح هو إنسان في نهاية الأمر. عرفتش الإخفاق في حياتك في مجالات معينة؟ بطبيعة بطبيعة فما إخفاق، يعني مريت بعض يعني صعوبة في الدراسة، يعني في السنة الثانية في الجامعة يعني نجحت سيسيون كنترول، ما نجحتش من برانسيبال، يعني ما نجح برانسيبال، كيف كيف في الشغل زاد كيف كيف، يعني في اول ما خرجت في يعني في المارشي ترافاي ما لقيتش يعني جامعه كنت انا نتصور روحي مش نلقاها، يعني حتى مشيت اشتغلت في لبنان رغم اني كانت اكسبيريونس حلوه برشا، يعني كنت نطمح مش نقعد في الامريك دي نور يعني، لكن ظروف وقت جات الكريز مونديال كريز فينونسيير وقت برشا جامعات وليت مشيت لبنان، يعني ما كنش كنت نتصور باش نقعد في الامريك دي نور، لكن كانت بالعكس يعني كانتني فرصه اني يعني لقيت راحتي في لبنان برشا وخدمت على روحي لقيت الوقت باش نخدم الريشيرش بالكدا، يعني خلاو لي بصراحه الفرصه باش لقيت الوقت باش نعمل الريشيرش نتاعي، وكنت حاط في مخي ديما لازمني نمشي للجامعه يعني نطور في البحث بتاعي، والحمد لله يعني من لبنان مشيت لهونغ كونغ، مش سهل يعني بالنسبه لل يعني كيما واحد كيما في الكوره يعني يقول يلعب في كيب صغيره وديريكت يمشي يلعب في كيب كبيره، مش سهله يعني صعيبه، يعني الحمد لله يعني فما اخفاق، لكن الانسان لازم ديما انا بصراحه عندي عزيمه يمكن حاجه المهمه في القرايه قعدت ديما في مجال الدراسه، يعني ثماش ما عرفش مجالات اخرين اللي حاولت انك تمارسهم وما نجحتش فيهم؟ اذا كان ما قلقتش بيان سور حاولت شويه هكا، عملت حبيت نعمل كما شويه هكا اكاديمي نتاع فوتبول ما نجحتش فيها، يعني شويه هكا بزنس كما نقولوا فيها ما نجحتش، مش مشكله بالنسبه لي انا ما عنديش مشكله بصراحه، ديما نغزر قدام خاطر زيد مش تقعد خفقت، يعني الانسان مش يقعد يغزر تاني مش يعني كما نقولوا فيها مش يكلف في عظام مش يقعد يفكر، مش ديما نغزر قدام زيد مش تقعد ترجع لتالي تاخذ العبر من الاخطاء نتاعك وتقدم القدام، مش تقعد مش تاكلها في صحة بدنك اخر فيها زيت. سؤال دكتور وليد، لو كان نعطيك المجال باش تعطي نصائح للشباب بصفة عامة، يعني خاصة الشباب في تونس، يعني مانيش نتحدث على الشباب هونغ كونغ او شباب بعض الدول الاخرى، يعني شبابنا في تونس خاصه الشباب التلمذي وال يعني التلمذي الطلاب. والله هو يعني الغايه من البرنامج هذا بصراحه اهم حاجه مش نحكي على روحي، ما حبيت نجي البرنامج هذا باش نعطي شكه بعض النصائح للشباب القيروان والشباب التونسي. والله اهم حاجه بالنسبه لي انا ديما نعاودها العزيمه، الانسان كما يقول فيه يكون عنده اوبجيكتيف وعزيمه ويحط معناتها الاهداف نتاعو، واهم حاجه كيفاش يوصل الاهداف نتاعو، ما يكونش زاده كما يقولوا فيها ياسر يعني وردي ويحط اهداف يعني يعرف صعيب باش توصل لهم، فهمت، يكون اهداف بشويه بشويه تدرج في الاهداف، اهداف معقوله، والعزيمة أهم حاجة العزيمة، وديما إنسان ما كيما ما يرميش المنديل، ديما يحاول يقدم وكما يقول فيها لازم يعرف كيفاش ماشي يقول في التكتيك مش نقولها نعبر، معناتها لازم يعرف كي يعرف الميدان اللي زون توا أولياء يشوفوا فور إكزومبل في المستقبل شنو هما المهن المطلوبين ويحاول يوجه ولده في الميدان المطلوب، ما يمشيش معناتها لازم يكون افون ديما يكون يزر قدام. معناها ذيك اهم حاجه ديما الانسان يغزر المستقبل دون دي زون بعد 10 سنين بعد 20 سنه، شنو هما صحيح استشراف شنو هما المهن المطلوبين، شنو هي حتى مش مهن يعني كالمهن ولا الدومين المطلوبين والا يعني شوف المستقبل كيفاش مش يكون، يعني يحاول يمشي في الميدان هذاك، خاطر تو فما بعض المهن يكون مش في المستقبل ما عادش مش يكونوا موجودين مع الذكاء الاصطناعي مع برشا التطور الرقمي والتطور التكنولوجي، يمكن يعني بعض المهن يكون مش ينقرضوا في المستقبل، دونك الاولياء تو لازم يكونوا هما عندهم نظره في المستقبل مش يصير باش يحاول يوجهوا او اولادهم في الميادين اللي فيهم بورتور كما يقولوا فيهم مارشي ترافاي مطالبين، هذه بالنسبه لي انا مهمه برشا
خليته فهم برشا ساعات توجيه يعني، وزاد المهنة مش أهم يعني، مش الدراسة الجامعية هي أهم حاجة، ليه فهم برشا مهن مطلوبين وخير حتى يعني من ناحية المادية حتى يصوروا أكثر من المهن يعني. يعني بالنسبة لي حتى الأخفاق الدراسي راه ماهوش نهاية العالم، فهم برشا مهن يعني تو مطلوبين، ويعني يعني الجانب الاجتماعي والجانب يعني نجم الإنسان يكون حتى في المهن نجم يكون يعني كان عنده قيمة و يعني حاجة. مش باش نسألك تو عندكش الفكرة أنك تروح ولا ما تروحش لتونس، ولكن السؤال يعني زايد يعني نصحوا ربما هكا ولا دكتور وليد، ولكن أنا باش نسألك مش نسألك سؤال، وأنه معناها خلينا نتخيلوا مسيرش، شنو هي الظروف اللي ربما تخليك في نهار من النهارات تقول نرجع لتونس ونرجع نستقر في تونس ونجيب عائلتي ونواصل العمل نتاعي اللي كنت نقوم فيه في شنو هي الظروف اللي تتخيلها اللي هي ربما تشجعك العوده الى تونس؟ والله اهم حاجه بالنسبه لي خاطر الانسان يعني اغلب الوقت يعديه في الشغل نتاعو، ما عندي بالاخص الامور المهنيه يعني، ماذا بيا الجامعه يعني كما بعض الجامعات في يعني في الشرق الاوسط ولا في الخليج يعني عندهم كما نقول جامعات امريكيه، لكن تفتح جامعه امريكيه في تونس يكون عندها يعني طلاب واساتذه من يعني تنتدب اساتذه ويكون هما طلاب على اعلى مستوى بوركو با يعني، مش يعني اهم حاجه تكون الامور الشغليه، لان الانسان اهم حاجه يكون يتطور في الخدمه نتاعو في ميدان البحث العلمي يعني، هذه اهم حاجه بالنسبه لي يعني. بالنسبه للوضع في تونس الانسان متعود يعني، مشني انا ولد تونس يعني ومستانس يعني مش مشكله. ما تخيبش على تونس؟ لا ما نغيبش ديما نروح. هكا دكتور وليد نوصلوا لختام برنامجنا، نحب نشكرك شكر جزيل على قبولك انك حضرت معنا في الحصه هذه. كما قلت لك بكري معناها راهو احنا الغايه نتاعنا هو مش ان ندخل في المجال التقني في الامور التقنيه في مجالك، ولكن بقدر ما هو انه هاو معناها انسان كبر في القروان في معاهد القروان في مؤسسات القروان وبالعمل بالمثابره الحمد لله يعني نجح وصل الى مرتبه علميه هامه كيف بكري سميتنا دكتور محمد صالح الغيضاوي اللي معناها من 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 احسن ما ثم موجود في العالم في الهندسه الماليه ويعني وعنده جوائز كبيره ياسر، كيف دكتور عمران القضامي اللي سميته لنا، هذوما الكل من القروان يعني، واكيد ثم اخرين ربما ما نعرفوهمش في مختلف دول العالم يعني. الـ انا الرساله اللي نحب نوصلها يعني انه هاو شبابنا في القروان اللي كانوا معناها صغار قبل شباب واطفال يعني ثم امكانيه انهم يوصلوا الى اعلى المراتب العلميه. هكا نكونوا ثم الدكتور كذلك لطفي للخياري في ميدان الفلاحه كذلك يعني من اهم انجبه مدينه القيروان كذلك، نشكره لانه كان سبب عندي في كندا، عاوني برشا على اول ما وصلت لكندا، نحب نقدم له تحيه ليه. ان شاء الله في الحصص القادمه نزيدوا نكتشفوا نجاحات قيروانيين في مختلف المجالات في العالم. ان شاء الله يعني المرتبة العلمية اللي توصلوا لها تعود بالمنفعة على القروان بطريقة ما، إن شاء الله في نهار من النهارات تعود على تونس قبل كل شيء، الجمهورية التونسية ثم على القروان. إذا مستمعي حياة FM نشكركم على المتابعة وإن شاء الله إلى حلقة قادمة في حياة FM.